الفن هو اساس الوجود واساس الحياه، ومن غير فن ما نقدرش نعيش. وفي اوقات زي الاوقات اللي احنا فيها دايما، الثورات او الاوقات العصيبه، الثورات، الحروب، التغييرات الكبيره الحضاريه اللي بتكون موجوده في اي منطقه، اكتر شيء بيكون له تاثر واضح جدا هو الفن. واحسن الاعمال الفنيه والابداعيه طلعت من رحم الثورات ومن رحم الازمات. هيكون معانا النهارده فنان متميز جدا الحقيقه، قدم وهو ليه يعني كذا تجربه، سواء التصوير الفوتوغرافي او التشكيلي او حتى استخدام الجرافيك. هيكون النهارده معانا فنان قدم مؤخرا معرض وبعنوان الحريه او حريه. النهارده هيكون معانا ومنورنا الاستاذ الفنان التشكيلي طارق عبد العزيز. صباح الخير. صباح النور. زي ما قلنا، الثورات بتكون هي وحي لاي فنان. استردت وحيك لمعرضك الاخير اللي كان في سبتمبر 2011 وهو بعنوان حريه، من الثوره المصريه ومن الثورات العربيه. كلمنا اكتر تمام. انا ابتديت افكر في المعرض منذ انطلاق شراره الثوره، يمكن مش في مصر بس، ابتديت اتاثر حتى يمكن في تونس، وبعد كده انتقلت الثوره اللي هي قامت في مصر، اللي يمكن شهد العالم كله شهد بقيام هذه الثوره. ابتديت افكر ان انا اعمل عمل يعني يخلد هذه الثوره بالنسبه لي انا. والفنون عموما، الفنون التشكيليه دايما بتبقى شاهد على هذه الثورات. فجات لي فكره ان انا اعمل معرض وسميته حريه، على اساس ان انا حسيت ان هو ده المطلب الاساسي لكل الشعوب العربيه، وهي ان هي بتطالب ان هي تعيش في حريه، ولكن حريه، حريه فكر، حريه تعبير، حريه راي، ليست الحرية طبعا الفرضوية اللي ابتدت ان هي تنتشر هذه الايام في مصر وفي معظم الدول العربية. جات لي او ابتديت ان انا ارمز في هذا المعرض، اخترت الطائر، الطائر الابيض. تخيلته يمكن هو بينطلق، بيحاول ينطلق من قفص، وابتديت اخد هذا الرمز واوظفه في المعرض بتاعي. قدرت ان انا اعمل 30 عمل فني داخل المعرض بتقنية تعرف بتقنية الكومبي جرافيك، والحمد لله المعرض يعني لقى نجاح وشاهد به معظم النقاد الحمد لله والفنانين التشكيليين. حضرتك قلت تقنية التكنو كومبي جرافيك، الكومبيو جرافيك أو الكمبيوتر جرافيك، كمبيوتر جرافيك. يعني انت بتستخدم الجرافيك في 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 في, في الاعمال يعني. بالظبط كده. تمام. طيب هل بتدمج الجرافيك مع الفن الرسم التشكيلي اللي هو بالزيت الطبيعي وتدمجهم مع بعض، ولا هو كله معمول كمبيوتر جرافيك؟ لا، هو معظمه معمول كمبيوتر جرافيك، ولكن في بعض اللوحات بتطلب ان انا اعمل زي سكتش بالقلم وابتدي ادخله عن طريق السكانر او المسح الضوئي، وابتدي اوظفه بطريقه معينه داخل اللوحه عن طريق بعض البرامج المتخصصه في الجرافيك. برغم من ما يلام على هذه التقنيه، دايما يقول لك ايه التقنيه، الزيت، الرسم بالزيت شيء تاني، الفن التشكيلي التقليدي هو الحقيقه ان اللوحه بتاخد وقت كتير جدا، لكن استخدام الجرافيك ممكن يكون اسرع. فممكن ساعات يقال يعني ان هو استسهال شويه. تعليقك ايه على الرد ده؟ لا طبعا، انا اكيد سمعته طبعا. انا ضد الراي ده تماما، ولو الراي ده كان مشي صح ما كانوش حطوا هذه او هذا القسم او هذه الشعبه ضمن المسابقات العالميه والمسابقات الفنيه داخل مصر. يعني صالون الشباب ما كانش فيه حاجه اسمها كمبيوتر جرافيك، اصبح موجود منذ حوالي 15 سنه، بقت زيه زي التصوير الزيتي، زي النحت، زي الحفر. كل هذه الشعب تعتبر واحده في الفن التشكيلي. ولما بيجوا حتى يعملوا جوائز بلاقي ان الجائزه هنا زي هنا زي هنا زي هنا. تمام. حته ان انا بستخدم او الفن ده ان الرسم بالزيت هو التقليد، طب انا امتى هستغل تقنيه العصر الحديث؟ ما انا بستخدمها في حاجات كتير جدا، والكمبيوتر هو لغه العصر. ما كنتش هقدر اوظف الكمبيوتر في كل شيء، مش هقدر استفيد بيه. ثانيا، انا شايف ان العمل الفني ايا كان الخامه اللي انا بستخدمها، انا في النهايه انا محتاج ان انا اشوف عمل فني يعجبني بصرف النظر عن الخامة. يعني ما احنا بنشوف ناس بتعمل عمل فني عن طريق الطوب والرمل والزلط والمية. بالظبط كده. طيب خلينا نشوف او نستعرض مع حضرتك مجموعة من اللوحات معانا دلوقتي على الشاشة. نبدأ باللوحة دي. هنا اللوحة دي بتمثل الانطلاق الى الحرية، ودي برضو من اللوحات اللي انا بعزها عندي في المعرض، وهي واضحة مش محتاجة شرح. انت الطائر الابيض كان غالب على الطائر بشكل عام. الطائر عموما وهو التيمة الرئيسية عندي، وانا يمكن خدتها من رمز السلام. اللي هو الحمامة كانت رمز السلام عموما، فانا خدت الطائر وابتديت اوظفه عندي
في اللوحة، وأنا شايف إن هو رمز سامي جدا لهذا المعنى. ممكن نشوف اللي بعدها، شوف اللي بعدها. ايوه دي برضو لوحة تانية بتميل شوية إلى التجريدية، دي بقى يعني تعتبر شكل تاني، ستايل تاني شوية بالظبط عن كده، الشكل اللي في الأول، وشكل تجريدي ولكن بنفس المعنى والطائر وتكعيبي، موجود برضه. ولكن المعنى واحد طبعا والهدف واحد، وهو طائر بيحاول ينظر إلى الأماكن التي تكاد تكون معقدة قدامه، وبيحاول إن هو يسعى إلى الخروج إلى النور. طيب اللي بعدها، شرحه هنا برضو، يمكن أنا استخدمت هنا الثلاث ألوان المميزة للعلم المصري، وهي الأحمر والأبيض والأسود، وكان طبعا الرمز السامي في اللوحة هنا الرمز الأبيض، وهو ده الهدف الرئيسي من قيام الثورة في مصر، وعشان كده هو اللي غلب على ال وهو البطل الرئيسي في العمل الفني. اللي بعدها. هنا برضو شرحه، يمكن هنلاقي ان الطائر هنا يكاد يكون انشطر الى نصفين، النص هو بيحاول يخرج الى بؤرة الضوء في الجزء الايمن من اللوحة، على اساس ان هو جاي من جزء تاني يكاد، يعني اللون الازرق هنا بيميل الى الموت شوية والحزن. غريبة أوي، الأزرق يميل للحزن، الحزن طبعا، الأزرق دايما للأمل لا 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 والسماء لا، الازرق في الالوان لما نيجي ندرسها، الازرق والموف بيميل الى الموت والحزن شويه، الموف بيميل للحزن والازرق بيبقى اقرب للموت شويه. معلومة جديدة. طيب دي بقى تعبر عن إيه؟ دي برضو شرحه هنا، الطائر بيحاول ان هو يعني يخرج من القيود اللي بتمثلها هذه الدوامه. طيب من معرض حرية هننتقل لفن آخر، وحضرتك برضو تميزت فيه وحابب إنك تتعمق فيه، وهو التصوير الفوتوغرافي. حضرتك يعني زي ما بيقولوا إيه، يعني في كذا شق أو كذا جانب لحضرتك، كلمنا أكتر إيه اللي شدك التصوير الفوتوغرافي، برغم إن أنت يعني أعتقد خلفيتك هي تشكيلية بالمقام الأول تمام أو رسم. تمام. انا ابتديت اميل، يعني انا بحب التصوير جدا من صغري، ولكن في الفتره الاخيره يعني من حوالي مثلا 7 سنين ابتديت ان انا اعمل، بحكم عملي في دار اخبار اليوم، كنت بعمل كل سنه نتيجتين يعني للسنه الجديده، بتقعد معانا طول السنه، بتبقى عباره عن 12 ورقه. فانا ابتديت ان انا اخد مكان مميز في مصر واخد منه 12 لقطه واوظفه في النتيجه. ابتديت، يمكن عملت البداية عندي كانت في قصر المنتزه، أنا عملته في نتيجة، وكانت نتيجة الحمد لله يعني أشاد بيها الناس. وبعد كده يمكن خدت مسجد السلطان حسن وعملته برضه في نتيجة، وابتديت إن أنا يعني أشرح للناس المسجد. يعني أنت حضرتك لما تاخد النتيجة سواء قصر المنتزه أو السلطان حسن، أو عملت مثلا قلعة قايتباي، وخدت الجوامع القديمة اللي موجودة في مصر، يعني دي لوحة برضو، دي صورة، دي ممتاز. دي قصر المنتزه، لكن انا ما باخدش لقطه واحده، انا باخد 12 لقطه داخل قصر المنتزه. يمكن لما اللي بياخد النتيجه بيحس ان هو زار المكان. خدت برضو حديقه الازهر، صورت جوه القصر؟ حطيت، لا هو طبعا جوه القصر دي بتبقى مشكله شويه، يعني الصور كانت كلها من خارج قصر لا المنتزه. جوه قصر المنتزه لكن صورت مش جوه، داخل داخل القصر قصدي قصدي نفسه داخل يعني. القاعات، يعني بالظبط كده، يعني صورت في داخل القاعات. داخل طبعا، يعني فهمت، عشان مش كتير ناس قدروا يعملوا القصه بالظبط، دي. يعني في مثلا بنلاقي هناك في اماكن مميزه جدا زي برج الحراملك والسلاملك وبرج الساعه، وطبعا الكوبري، في فندق فلسطين من المعالم الرئيسيه بس هناك. انت ما صورتش جوه القصر نفسه؟ لا القصر نفسه لا لا. لا لا لا، لان ما عشان عايز نوضح النقطه دي. ده مش هيفيد برضو الراجل اللي بيزور المكان، لان هو قليل قوي اللي بيخش يزور المكان ده، وده كان بيتطلب تصريح من رئاسه الجمهوريه عشان تخش تصور مكان زي ده. ما هو بالظبط، بس هيبقى سبق لطيف. طيب بالظبط. خلينا نكمل بقيه الصور دي. حديقه الازهر اعتقد، ولا اللوحة اللي لا كانت اللي قبلها؟ معروضة كانت حديقة الأزهر، ايوه. واحنا شايفين دلوقتي ايه على الشاشه؟ احنا مش شايفين هذه الحاجات على دي الشاشه. حديقة الأزهر برضو، ايوه. دي برضو عملت منها حوالي أكتر من 12 لقطة. استخدم كاميرا ايه يا فندم؟ أنا بستخدم كاميرا نوعها يعني، ولا لا يعني التقنية ايه؟ يعني هل بتستخدم هي الديجيتال؟ كاميرا ديجيتال بس بتبقى ليها عدسات خاصة، عدسات عدسات خاصة. خاصة بالظبط، هل بتقدر كل التصوير ألوان ولا بتحب برضه تستخدم الأبيض والأسود؟ والله هو حتى انا لو صورته ابيض الوان، انا بصور كل الصور الوان طبعا، لكن انا ممكن بعد كده بحولها عن طريق على قصد أقول الكمبيوتر. أنت بتفضل إيه؟ يعني مثلا تيجي تعمل معرض بتحب الصور تبقى ألوان أكتر ولا لا أبيض؟ افضل طبعا الالوان يعني، تفضل الألوان. ولكن الابيض والاسود ده عندها ليه ملكه خاصه في كل الشغل، حتى في الرسم بحس ان هو ليه ملكه. هنا ده مسجد الحصري الموجود ايوه في 6 اكتوبر، كنت يمكن خدت برضو بعض اللقطات، ايوه
لمعظم الجوامع في مصر على فكرة. اكيد. وهل كل شغل حضرتك فيما يتعلق بالفوتوغرافي او الفوتوغرافيا، هل ليه علاقه بس بالمناظر اللي هي زي ما بيقولوا اللاندسكيب او المناظر العامه لاماكن، ولا مثلا ممكن تصور وشوش، ممكن تصور زي ما بيقولوا راندوم شوتس، او صور اللي هي بتبقى العشوائيه للناس في الشارع، ممكن تصور صور انطباعيه امبريشن، هي يعني دي. انت بتفضل ايه؟ لا، مدرستك؟ انا بفضل الاماكن المصريه، لان ده انا بقول بحكم عملي ان انا يعني ابتديت اعمل الكلام ده عشان اوظفه في شغلي عن طريق فبتحاول تدمج المطبوعات والكلام الاثنين ده. بحيث بالظبط انك تخدم ده وتخدم ده. بالظبط. طيب هنا في برضه في القلعه طبعا. هنا القلعه دي كانت المنظر ده كان بالليل، كان حوالي الساعه 2 بالليل، كان في رمضان، معانا وبرضه صور كان تانية ولا خلاص؟ لا في صور تانية. معانا صور تانية ولا خلاص؟ دي لا خلاص، برضه هنعيد حديقة بقى الصور الأزهر. دلوقتي. لا هنا حلوة الصورة دي قوي. ده مسجد الناصر ابن قلاوون، ايوه ناصر محمد ابن قلاوون. ده ايوه يمكن ناس كتير ما تعرفش مكانه. ده موجود جوه القلعة، يعني داخل جوه القلعة. داخل حرم قلعة صلاح الدين الناصر ابن قلاوون. في مساجد كتير في مصر مميزة بالتقنية المعمارية اللي فيها، وفي ناس كتير للأسف ما تعرفهاش. صحيح. وده ده اعتقد ان هو احنا كنا بنتكلم على الجهود حاليا في بناء مصر الجديده، فاعتقد وزاره السياحه عليها دور رهيب بالتعاون مع دور وزاره رئيسي الاعلام طبعا. طبعا. طيب خلينا نتكلم بقى يا فندم على مسابقات حضرتك اشتركت فيها. حضرتك اشتركت في مسابقات تصوير فوتوغرافي تحديدا كمان وبس ولا لا؟ لا، انا ما اشتركتش في مسابقات تصوير فوتوغرافي. انا يعني كل شغلي في الفن هو قد التشكيلي. ايه كده والله؟ باعداد قد كده؟ ضحكوا عليا. لا، هو في طب الفن كلمنا اكتر على التشكيلي. مسابقات حضرتك اشتركت فيها بشكل عام. انا يمكن كانت اول لوحات اقتنع ليا في متحف الفن الحديث. كنت داخل في مسابقة عن طريق صالون الشباب، وتم اقتناء الاعمال اللي انا مشترك بيها. انا كنت مشترك بعمل عبارة عن 3 لوحات عن القضية الفلسطينية، وتم اقتناء هذه الاعمال في متحف الفن الحديث. اشتركت في مسابقة تانية كانت منظماها اليونسكو سنة 2000، عن بوستر يطلق عليه عام ثقافة السلام عن الطفل، وقدرت الحمد لله حصلت على جائزة لجنة التحكيم. اشتركت في مسابقة خاصة بالإعلان الصحفي، ودي خدتها الحمد لله مرتين، أحسن إعلان صحفي صمم في الصحف المصرية. إعلان الصحفي الإعلان اللي الصحفي هو يعني الإعلانات اللي احنا بنشوفها يعني في الإعلان عن منتج مثلا، إعلان عن سيارة، إعلان عن أي منتج احنا ممكن نشوفه في الجورنال. دي بتتعمل مسابقة. ده كان عن طريق أخبار اليوم يعني، كان عليه مؤسسة لا حضرتك لا لا شغال دي فيها كانت ولا مسابقة. لوحدك؟ لا، كنت مشترك فيها أنا كراجل ديزاينر في أخبار ديزاين اليوم. اوكي مستقل يعني. بتقدم الإيه العمل، ودي كانت بتقوم بها الجمعية المصرية للإعلام في مصر لكل الوكالات اللي موجودة في مصر. هل الحرية كان أول معرض لحضرتك ولا كان في معارض أخرى؟ لا أنا اشتركت في معارض، بس كانت معارض جمعية. معرض حرية كان المعرض الفردي رقم واحد. أهلا بيك، ويعني أهلا أكيد احنا بحضرتك. بنحييك لدوت ومبروك، الله يبارك وأعتقد فيك. إنه معناه وتوقيته، وأنا يمكن لفت نظري حضرتك قايل حاجة في البروشور بتاع المعرض لفت نظري جدا، وهي ما بتقول ان كله اتمناها ايضا في اخر جمله ان يحسن كل منا استخدام تلك الحريه وتوظيفها في رفع شان بلدنا الحبيب مصر، واعتقد ان هو ده مربط الفرس اللي الملخص حضرتك. ده الملخص فعلا. ونفسي فعلا الناس تستغل الحرية صح، تستغلها في حكم نطاق المجتمع، في حكم نطاق الدين. مش كل واحد بيعمل اللي هو عايزه دلوقتي ويقول هي دي الحرية. لا، الحرية لازم تبقى في نطاق المكان اللي انا عايش فيه. وده اعتقد اهم رساله، ان الفن يكون ايضا ليه رساله، يعني مش بس يكون طبعا مهم ان يكون فن للفن، طبعا ولكن طبعا. الفن بالرساله ده توقيتنا ده مهم جدا. الفنان التشكيلي الاستاذ طارق عبد العزيز، ومصور الفوتوغرافي ايضا، والمخرج الصحفي، ويعني كذا حاجه، يعني شكرا كبير. نشكرك نورتنا وبنهنيك على حريه. أشكرك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني مع ساره، ونهاركم سعيد.